اتفقنا ان مرض بولي جي اي اي او مرض التهاب المفاصل المناعي المتعدد في الاطفال بيجي بنسبه حدوث اعلى في سن سنة او سنتين الى 5 سنوات، او في سن فوق 10 سنوات الى 14 سنة. في الفيديو ده هنتكلم عن اعراض المرض. انا دكتور حاتم العيشي، استاذ الروماتيزم جامعه القاهره، ودي قناتي، قناه الدكتور حاتم العيشي على اليوتيوب، واللي احنا بنقدمه فيديوهات عن جميع الامراض الروماتيزميه، ازاي بتحصل وازاي بنقدر نتعامل معها. اعراض مرض بولي جي اي. نبدا بالمرض لما بيجي في الاطفال الاصغر سنا. لما يجي المرض في الأطفال الصغيرين اللي هم في المرحلة العمرية من سنة إلى 5 سنين، بيبدأ عادة بشكل مايع وبسيط. يعني رغم أن المرض المفروض أنه بيجي في زي ما اتفقنا في 5 مفاصل أو أكتر، بيبدأ في مفصل واحد أو اتنين وتبقى أعراضه بسيطة خالص، لدرجة أن الأهل حتى ما يعتبروش أن في مشكلة تستدعي أن هم يكشفوا عند دكتور. لكن بقى بيجي بعد كده مثلا دور أي دور ميكروبي عابر، دور برد، بيحصل معاه أو بعديه على طول فجأة كده هوت عدد من المفاصل يلتهب وبشدة وبعنف، ويبدأ بقى المنظر الإكلينيكي اللي الطفل فعلا فيه يبقى بيعاني، وساعتها يحتاج ان هم يستشيروا طبيب. وآباء وامهات كتير بيعتبروا ان بداية المرض كانت هي المفاصل الكتيرة اللي بدأت مع بعضها، مش المرض الواحد او اتنين اللي كانوا اشتكى منهم الطفل في الاول. لما يجي بقى الطفل اللي عنده 10 سنين فأكتر يجي له التعب دوت، بيبقى واضح وصريح من الأول، بيجي في عدد من المفاصل 5-6 مفاصل من الأول، وبيبقى الصورة الإكلينيكية واضحة، والألم بيبقى شديد حتى أزيد من العلامات الإكلينيكية. يعني إيه؟ يعني نكشف على الطفل نلاقي فيه ورم في المفاصل قد كده، بس الألم لا يوازي الورم، بيبقى أكتر شوية. العلامات اللي احنا بنشوفها في الكشف عادة بتبقى تورم في المفاصل، ألم يبقى مع الضغط على المفاصل، مجار الحركة في المفاصل يبقى فيه ألم، وممكن يبقى فيه الطفل بيعرج لو كان مفاصل الساقين متأثرة. دي الأعراض الأساسية بتاعت مرض التهاب المفاصل المناعي المتعدد في الأطفال. والفيديو الجاي بقى هنتكلم فيه عن التحاليل المعملية في مرضى التهاب المفاصل المناعي المتعدد في الأطفال اللي هو بولي جي آي إيه.